من هنا سلكت مذيعة اليوم الرئيسية دروبها صوب الأضواء والنجومية، وهنا تذكر زميلات الدراسة الكثير عن أيام جمعتهن مع نبيلة كيلاني، فكانت هناك حكايات وذكريات. أنا ونبيلة كيلاني صديقات من أيام الإعدادية، ولحسن الحظ شعبة العلوم الرياضيات جمعتنا في قسم واحد في أيام الثانوية. الشيء اللي سمح لي اني نتعرف عليها اكثر، نعرف المدن ديالها ونعرف شحال هي طيبه ومسالمه، وكانت مبهره ما شاء الله عليها، كانت بذور مقدمه ناجحه من الطراز الاول، من ايام الثانويه اللي انا شفتها فيها، بس نقول لها من هذا المنبر فاطمه زهراء ادريس توحشتك بزاف وكنبغيك بزاف والله يوفقك. منذ ذلك الحين تمكنت نجمة اليوم من قطع أشواط طويلة على درب تحقيق طموحاتها، وزميلات الدراسة والعمل في البدايات كنا يتوقعن صعودا باهرا لها. نبيلة كانت مميزة في كل شيء اللي لها، كان من الناس اللي عارفين شنو باغيين، من خلال مثل المواضيع كنا كنطرقوا لها، تصوير خارجي، أمور اللي هي مهمة في امتحاناتها كان دائما متفوقة، وكانت الكاريزما ديالها باينة وعالية، وهادشي كان كيشهد لها كل شيء. في سياق اختلافها عن النمط السائد، كانت نبيلة كما يقول زملاؤها تعشق الطموح والتجديد والابتكار، إلى الحد الذي يدفعها إلى التعلق ببلوغ مراتب المجد. نبيلة، أنا دايما نتابعك في اليوم على الحرة، أجينا بسرعة حيت توحشناك بزاف. باي. لبرنامج اليوم على الحرة، فاطمة البكاري، الرباط. الكلام الحلو ده كله، بس عموما يعني فعلا ليس اروع من النجاح بعيون مشاهدي، مش كده ولا ايه؟ ده اكيد. واما يعني بس لمن اثر الاعلام على السينما فهذه يعني حكايه اخرى وقصه اخرى، مش كده ولا ايه؟ لما لا يا عمر، والمهم انه صاحب القرار راضي واكيد مع النجاح احلى. بل مكانه مميزه يا فاتن، تعالوا نتعرف على هذه التجربه. يحيلك نطق اسم باسل صبري إلى روايات رجل المستحيل التي أبدعها الدكتور نبيل فاروق. أما ملامحه الوسيمة فتتقطع مباشرة مع نجوم السينما، مع نقاط تفوق واضحة وسط زملاء الدراسة لصالح صبري الذي فضل السباحة في بحر الإعلام الهادر. على الرغم أن باسل كان متفوق جدا في دراسته طول عمره، إنما هو كان دايما مقتنع أنه هو بسبب وسامته هيبقى نجم الشاشة الأول، وهيبقى شخصية استثنائية التاريخ السينمائي بتاع مصر مش هينسى. باسل دايما كان خلال فترة الدراسة بيعملوا مقارنة ما بينه وما بين حسين فهمي، ان هما بيقولوا دايما ان هو مين اوسم، باسل ولا حسين فهمي. في اوقات كتيرة كان في التصويت باسل بيتغلب على حسين فهمي. تميز باسل كمذيع ليس وليد اللحظة، ففي الابتدائية والإعدادية اعتاد على تقديم الإذاعة المدرسية، وفي الثانوية كان يصر على أداء دور مدرس الفيزياء. أما في الجامعة فكانت نقلته النوعية، حيث أصبح لاعباً ومعلقاً ومحللاً كروياً في آن واحد، وبين هذا صفات يحتفظ بها الأصدقاء. كنا دايماً نعمل زي شو، نعمل فقرة كده، وكان باسل دايماً عنده حس نقول عليها إخراجي أو حس إذاعي، دايما يبقى لي الأماكن، تنظيم المكان هيبقى شكله عامل إزاي، الديكور لو بتقول عليه ديكور، الشخصية اللي هتظهر إزاي، لو في ماسكات مثلا هتلبسها الناس، الشكل العام بتاع العمل هيبقى طالع إزاي، الحوار هيلقى، يعني كان بيبص في ديتيلز معينة يمكن أنا ما كنتش أهتم بيها. أما النصر الأكبر والفوز الأغلى لدى باسل فهو النجاح في إتمام قصة الزواج من زميلته المميزة نبيلة، ليبدأ معاً حياة جديدة يتقاسمان فيها لحظات النجاح والتألق. أول مرة بشوف الدنيا بمليون لون، لهفة وحب وشوق وسعادة أمل وجنون. شكراً لنقرته وليه النجاح بعيون مشاهدة. طبعاً ألف مبروك طبعاً نبيلة، بس لهذه المفاجأة اليوم، وطبعاً زغلتي.